تمثيل الطوس فاش كيتهرس. النوع الاول يا اخي حسام ما تخافش، انا نتصرف هذا الموقف، انا نقول انا اللي هرستو ماشي عالي وصافي، خليني باش ما تعاقبكش انت صافي اختي حسام، ولك انت تينا تعاقبك اختي، لا والو انا اللي نقول انا هرستو، ولكن هاني واخا ضربني ولكن انا نقول انا هرستو. اخي حسام انا ندخل في هذا الموقف، انا قلت لك شكرا شكرا الحلقة بزاف تدافع عليا، ولكن انا نقول انا اللي هرستو واسمح لي وقيلا انا هايدك وليداتي مبروكم تكونوا تدافعوا على بعضكم، ولكن ما نعرفكم شي حيت تدافعوا على بعضكم هايدك بغيتكم تكونوا واحد يحامي على واحد وما هادو تيكونوا الخوت بحال هايدا نبغيكم بحال. النوع الثاني نضربو القبيلة هادي ديك مجملة الاخرى تجي نهبط عليها الصباح تسنى باقا ما جات ديك الله يضرات عليها بكسر ولا موقع على والو هاد النار هادي هادي قاصها راهي ما عندك يطيح لي الطوس عاد لك كنز في الدار يروح لي عم كيطيح ديال الطوف تمثيل ملعون اللي هادي يقولوا لنا ما تهرسوش، اذا هرستيه هتكون اخر مره تشوف حياتك، ونصيحه من عندي اذا هرستيه ما تهربش، شهاده احسن ما تهربش.